إذا تحصل مستوى والتحول هذا ضروري. إذا إنسان مثلا عنده مستوى ومستوى سحق الله عز وجل من البحث عن المستوى ستبقى يوافي لك المستوى اللي كان رابط معه صحبة ولا في التبرك من الشيخ سبحانه الإيمان من يولي الفجاء الرابطة أحبهم وهو معهم أحد، ولكن السلوك اللي هو غير التبرك خاص بالأحياء. كيف يقول الأحياء؟ كيف يقول الحي؟ إذا أعلمنا في أول كلمة فيها الصحبة والجماعة، فإن الله الناس كلهم جماعة ماشي كلهم من وراء ماشي كلهم إن عزة إن كان يتبعون وراء وشاعوا فإن ما يخونش مرجع شارك ومخينتين. فإذا صحباتك للجماعة هذا يقوم مقام شو كده ممكن قول لهم هذا مجلس النصيحة أو يقوم مقام الصحبة مباشرة في موت الحياة هذه قام حاضرين على الجماعة لكم وبلغ من أحبتي كل ما أظهر الله عن الخيال حبه فلا تقول لهم الآن إخوان ولا خلط أيضا ولا ما يجيب شيء في مشاهدة شرعية خلص نشمال الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء جماعة فلان بغير على الإسلام وفلان 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 إلا الناس كلهم وراء إلا نشوفهم عزيزي مصطفى فلان وفرياء وفرياء الصادقة هي من كان بحديث الحديث العباد يحوز لعله ربه به أنا أقول لك ما شاء الله خير